بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين. نبدأ تو بالنسبة شفنا في المحاضرة اللي فاتت كيف نتحكموا في الدايت، يعني كيف نأمر الدايت أو نرسل للدايت 5 فولت باش يولع ويطفى، يولع نتولعوه نطفوه كيف ما نبغوا بالبرمجة. وطبعا استعملنا أمر ديجيتال رايت، واستعملنا الديلي للتأخير ثانيتين مثلا، وديجيتال رايت مثلا لو بعدها درنا ديلي ثانية وهكذا. لكن احنا طبعا عادة في العالم نحن ما نش يعني نستعمل في اللوحة الأردينو في التحكم في متوري، في مضخة، في صير متاع مصنع. فنحن محتاجين لوسيط بيننا وبين ال 220. طبعا الوسيط هذا ممكن يكون شنو؟ ممكن أحد الوسائط اللي عندنا اللي هو الريلي. يعني الريلي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ملف مغناطيسي نعطيه إشارة 5 فولت يوصل نقطتين. لما أعطيه 5 فولت يوصل نقطتين، النقطتين هذين مثلا هذه النقطة رقم 1 ورقم 2 يوصلها لو أعطيناه 5 فولت. يعني معناها 5 فولت اللي جاية للدايت هذه لو خذيناها ركبناها هنا حتوصل النقطتين. لما نوصل النقطتين هذين ما نقدر نولع بها ماكينة. لما نوصل النقطتين هذين ممكن نحرك بها السير متاع المصنع. لو كان نوصل النقطتين هذين ممكن نشغل بها المحرك متاع السيارة مثلا. ممكن إذا كان ركبنا نقطتين ممكن نحرك بها يد آلية وهكذا. أنا بالنسبة لي أنا الوسيط متاعي هو الريلي. فالريلي طبعا مهم جدا بالنسبة لي أنا. فنبي نعرف كيف نتعامل وكيف نستعمل هذا الريلي داخل الأرضين. طبعا أنا بالنسبة لي الفكرة بالنسبة نأخذ فكرة عامة هكا على الأرضين على الريلي هذا. الريلي طبعا شنو؟ نوصله أول نقطة نوصله بالصفر فولت الأرضي، والنقطة الثانية نوصلها بالخمسة فولت، والأخرى الإشارة اللي أنا ناوي نديرها. أنا بالنسبة لي أنا بسرعة ناخذ نوصل الأرضي، نوصل الأرضي نوصل الأرضي بالنقطة هذه. هذا الأرضي وصلناه، ونوصل الخمسة فولت بالنقطة الثانية. هذا الخمسة فولت لو كان أنا أعطيته تو، شوفوا لو كان أعطيته تو الأوتبوت هذا متاع الأوتبوت اللي جاي من هذا، لو كان جيت ركبته أنا شفت شو يصير؟ شفته؟ من بدري شو تسمع في الصوت تك. أنا بالنسبة لي أنا هذه النقطة دي لو كان نحطها في دايت تولع. لو كان حطيتها في الريلي يقدر الريلي يخبط يدير تك يوصل نقطتين. فنحن نقدر نستعمله لتوصيل هاتين النقطتين. يعني ممكن شو نديره؟ نستعمله طبعا خلينا باش نستعمل اللون فعليا نخلي اوكي مش مشكلة. ركبناه وين؟ ركبناه في النقطة متاعه. توا حاليا قاعد يوصل في النقطتين هذين، نقدر نشوفهم حتى في الافوميتر. نحط الافوميتر على المقاومة ونشوف النقطتين هذين. الافوميتر نلقاو شنو؟ يوصل فين؟ توا وصلهن طفاهن. وصل نقطتين فصلهن، وصل نقطتين فصلهن. فيش نستعملوا توصيل النقطتين هذين؟ معناها كأن المفتاح بتاع الساس هذا اللي عندي لما نوصل النقطتين تولع لمبة. فنقدر ندير تطبيق ونولعوا لمبة ولا نطفوها بالطريقة هذه يعني.